طبعا فخور بتواجدي في معرض ايدكس. دولة الامارات تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية كبيرة يشهد لها العالم، وجاء معرض ايدكس ليكون شهادة بنجاح قدرة الامارات على إدارة الأزمات ونجاح أذنك وايدكس ككل في تنظيم هذا المعرض والحفاظ عليه حتى في احلك الظروف واصعبها. الاحتياطات الصحية اللي تم القيام بها، الاهتمام بالتعقيم وبالتنظيف، التباعد، هذه كلها أمور أعطت الناس طمأنينة وراحة أثناء تواجدهم في المعرض. أقبال كبير نفخر فيه، اهتمام من القيادة، وفود عسكرية من دول مختلفة موجودة. كانت لنا فرصة أن احنا نقابل شركائنا الاستراتيجيين اللي صارنا شنا ما نكلمهم إلا عن طريق الفيديو. أخيرا وجها لوجه، التواصل وبناء الأفكار مع بعض. معرض ايدكس ناجح مش 100%، أنا أقول 1000%. فخورين جدا بالمعرض. نحن دائما ما كنا شريك استراتيجي لايدكس، دائما ما كنا حريصين على التواجد في ايدكس، لكن ايدكس السنه هذه متميز بالجهود التي بذلت، متميز بالشركات المشاركه، متميز بالراحه النفسيه اللي حس فيها كل مشارك. كنا نكلم بعض الاخوان من الضيوف يقولون انا احس بالامان في ايدكس اكثر من ما احس بالامان في بيتي، لان اعرف ان كل حد مفحوص، ان اجراءات التعقيم موجوده ومستمره. هذا الشيء كان يعطينا يعني فخر كبير ببلادنا وابناء الامارات الذين استطاعوا فعلا في هذه التحديات النجاح باخراج المعرض في حله باهيه، يعني من احسن ما يكون، من اول المعارض الذي يعني تكون بهذا النجاح بالرغم من كل التحديات ومن كل الظروف. اشكر الشكر والتقدير موصول لكل المسؤولين والقائمين على هذا المعرض، والشكر دائما موصول لوزارة الدفاع لتبنيهم هذا المعرض والحرص على إظهاره بالصورة المناسبة. نحن قمنا بدورنا طبعا، لكن كان دور صغير بالنسبة للجهود التي بذلت من قبل الأخوة في التنظيم. كانت بالنسبة لنا فرصة يعني رائعة للتواصل مع الخبراء الدوليين، استقبال الوفود، عرض منتجاتنا، تبادل الأفكار على مستقبل الصناعة، بداية من الكونفرنس الIDC ومرورا بالمعرض. نشكر القائمين والمنظمين ولهم منا جزيل الشكر والتقدير.